اجتمعت اليوم مع إخوة كرام شركائنا في معركة التنمية لمصلحة الوطن والمواطنين، رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة التنسيقية في مجلس الأمة الكويتي، واستمعت بكثير من الاهتمام بالأفكار التي طرحت علي من قبل الإخوة أعضاء مجلس الأمة، وبدوري أنا نقلت لهم ما هي. أولا تحيات سيدي حضرة صاحب السمو، وثانيا ما تعزم الحكومة أن تقوم فيه به خلال المرحلة القادمة إلى حين موعد قسم الحكومة في البرلمان في 6 فبراير. والله الحمد أنه يعني كان في شبه تطابق في ما يجب عمله في هذه المرحلة، وهذه المرحلة ستخصص بشكل أساسي في تقديم برنامج عمل حكومي، برنامج عمل الحكومة الذي نتمنى أن يحظى برضا أهل الكويت بشكل عام، ويحقق طموحات هذا الشعب الطيب الكريم. هذا الوقت وهذه المرحلة تحتاج إلى تكاتف بين جميع أبناء هذا الوطن لما نراه، ما هو محيط بهذا البلد الآمن من توترات ومن أمور قد يكون لها انعكاس على أمن واستقرار المنطقة. فلذلك هذا برنامج عمل الحكومة سيركز على العناصر التي ليس فقط الكويت الآن، ولكن الكويت الآن وغد بإذن الله. نعم سموك، بس عندي سؤال واحد بالنسبة للخارطة التشريعية. هل لدى الحكومة يعني نية لإضافة أو إرجاء بعض التشريعات في الخارطة التشريعية النيابية؟ هل لديها خارطة أيضا؟ برنامج عمل الحكومة، إحنا وهذا اللي ما تم الاتفاق عليه، أن الحكومة تقدم برنامجها ويتم مناقشة هذا البرنامج مع شركائنا في معركة التنمية، وليس لنا حكم مسبق إطلاقا على أي بند من بنود الخريطة التشريعية، لأننا لحد الآن إحنا لم نكون أو بلورة برنامج عمل الحكومة بشكل كامل. فهذا في أمر متطلب دستوري، المادة 98 بالدستور أن الحكومة تقدم برنامج عملها. فأولا والأولوية لدينا الآن وهو أن نعكف على الانتهاء من برنامج عمل الحكومة مقدمة إلى المجلس، كي يمكن أن يتم هناك في نقاش حول برنامج عمل الحكومة والخريطة التشريعية، وكيف ممكن دمج ومزج وتعديل ما بين هذه الرؤى.